انت عارفة ان العراق دي اكتر بلد شبه مصر، فمرة كده هجيب عربية مكشوفة ونلف العراق كلها، هتحبيها قوي. مش عايزة حاجة من الدنيا دي غيرك. العمر سرقني ومش هكمل حياتي غير بالطريقة اللي أنا عايزاها، ومش هتنزل عن أي حلم حلمت بيه قبل كده. عارف اللي ما صعش وهو صغير وقرر إنه يصيع وهو كبير؟ أهو ده حالي دلوقتي، بس بالحلال وبشرع ربنا. اتجوزني يا رمزي. ايه؟ اتجوزني. أنا اللي جاي أقول لك اتجوزني. منال حسن اللي كرامتها عندها أهم من قلبها. اللي عارفة إن أنت متجوز واتجوزت كتير، بدوس على أي حاجة وكل حاجة بقول لك اتجوزني. بس أنت بقى ما تدوسش عليا أكتر من كده. اللي أنا فيه ده مش حب، ده موت. أنا بموت فيك. ايه في ايه؟ جنبي جنبي. انا جالي قبل كده وجع في الكلى، والدكتور قالي لازم اعمل تحاليل، بس انا طنشت، بس الالم دلوقتي مش محتمل. اجيب دكتور حالا. لا 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 لا، مش قادره، لازم توديني مستشفى رمزي. ابو الفرج ابو الفرج. خير يا مولانا؟ في ايه؟ لازم ننقلها مستشفى حالا. هتعرف تعملها؟ هعرف بعون الله. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.